مساحات والورا وشفنا عدة مساحات يعني في المرتدات الجديدة، كان قادر يسجل على شكل مرتدة، ولكن هذه في بعض الأحيان في مدربين يجازف في نهاية المطاف. فاز بالمباراة، عاود رجع للمنافسة من الوفاق من بعيد. رفيق، حتى الطالب حتى هو عمل بعض التغييرات، دخلوا بوكو ودخل دخل المهاجمين مهم، لكن تسرع المهاجمين، لكن نناح تحت لي فرصه جميله انه يسجل هدف ومرر في الظل انه مرر. وانت تكلمت عليه على قضيه مهمه، هو ان اللي ينقص سطيف هو اللاعب المحور امام المدافعين، والدفاع الحسين الجديدي لم يعرف استغلال هذه نقطه الضعف، لان الوفاق سطيف السنه الماضيه كان عنده ايتو عمر كان دائما نقدر نقول همزه وصل ما بين الدفاع والوسط الميدان او الهجوم ايضا. ولهذا عندما تفقد لاعب مثل ايتو عمر حتى ولو سيدهم موجود، ولكن الانسجام، عبود لاول مره يلعب، جحنيت لاول مره يلعب في هذا المنصب كلاعب ارتكاز امام الدفاع، ولهذا كانت اكثر. لا ننسى ان الفريق ربما يعاني من غيابات كثيره، لاعب المدرب رشيد طوسي فقط لعب ب 14 لاعب، يعني مجموعه من اللاعبين الاخرين سيتم اضافتهم الى القائمه. على كل حال كابتن رفيق وكابتن عزيز، هذه العمليه عمليه ربما صبر الفريق حتى اللحظات الاخيره، لم يرمي الكره ربما كره طويله وبقي يلعب بتلك اللمسات الى حين وجود الحل. هنا اسمح لي عبد العزيز، هنا التمريره خاصه يعني اعطاء الكره في بداية الفرصة، يعني سنشاهد الصور يكون عنده الكرة في البداية، هو غشها، هو اللي ياخذ الكرة، ومن بداية يعني المباراة هو يتحرك مراوغات، يتحرك، يطلب كرة، هنا اعطى الكرة في بداية اللقطة، هو اللي طلب الكرة، وخاصة يعني تمريرة عبود ايضا مليمترية الى غشها، ولكن غشها طلب الكرة، هو اللي اعطى حامل الكرة الوسيلة اللي يعطيها الكرة امامه، هنا بلمسة واحدة يحرر سطايفية ويحرر الوفاق. خصوصا رفيق، أنا عملية الوان تو